السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو كئيب للأسف. اللي هنتكلم النهارده طبعا عن قناة السويس وقانون بيع قناة السويس. طبعا عارفين مجلس النواب، مجلس النواب وافق امبارح على قانون إنشاء صندوق هيئة قناة السويس. الهدف منه تنمية قناة السويس وتنمية محور قناة السويس. ده الهدف أو ده الكلام الكليشيه اللي أنت هتسمعه، أو ده اللي إعلام السيسي هيروج ليه، او ده اللي كل المطبلاتية هيقولوا، ان الصندوق ده هدفه الاساسي هو ان احنا هننمي ونطور قناة السويس من مشاريع بقى، او زي المشاريع اللي السيسي بيعملها يعني، اللي بقى لها 8 سنين شغالة، وده ما انعكسش على الاقتصاد بأي حاجة، بالعكس ده فقرنا اكتر واكتر واكتر وخلانا نتدين اكتر واكتر واكتر. طيب بص يا باشا، عشان بس ايه فكرة، بس هقولك فكرة بسيطة كده عن فكرة الصندوق السيادي او الصندوق الخاص. الصندوق الخاص ده بص اقول لك على حاجه، هو عامل زي الجواز العرفي كده، واخد بالك، اللي هو حاجه تبدو في ظاهرها هي حاجه كويسه لكن في باطنها زنا من الاخر يعني. هو صندوق بموافقه النواب وبموافقه الحكومه وبموافقه، ويبدو للشعب ان هي حاجه كويسه لكن هي زنا في مقدرات الدوله، سرقه يعني بمعنى اصح، سرقه في مقدرات الدوله او في موارد الدوله. فهو صندوق خاص محدش هيعرف عنه حاجه، مش هتعرف بقى ايه اللي داخل وايه اللي خارج، مش دي المشكله اصلا يعني. فكره ان هو صندوق سيادي ومحدش يعرف ولا يسال ولا يستجري حتى، مش دي المشكله خالص. انما المشكله بقى ان الصندوق ده هيحصل فيه ايه بقى يا باشا. الصندوق ده طبعا وفقا للماده من القانون بتاعهم، وفقا للماده 15 مقرر 2 بتقول ايه بقى، بتقول ان هو اصلا يحق، بص بقى، يحق لاداره الصندوق ان هي تبيع وتشتري وتستغل وتستثمر في اصول الصندوق. ليه اصول الصندوق؟ ليه ايه؟ ليه قناه السويس بس يعني، تقدر تاجرها تبيعها حق انتفاع يعني، ايا كان الصوره هيتم بشكل سلس جدا وهيبقى بشكل رسمي وقانوني. في قانون اتعمل بده، والقانون زي ما قلنا خلاص اتوافقوا عليه مجلس النواب اللي هو طبعا السلطه التشريعيه في مصر، اللي هم نواب الشعب، اللي طبعا مش جديد عليهم، هو باعوا وترموا صنافير قبل كده يعني بعد القرار الدستوري اما رفض بيع الجزيرتين نواب الشعب قبل كده، لو فاكرين ايام عبد العال، برلمان عبد العال باع ترن وصنافير عادي جدا. فدي المرحلة التانية من نواب الشعب. طبعا يعني هو السيسي يعني، مش عايزين برضو نلوم نواب الشعب قوي، اصل هم ملهمش، هم دول كلهم يعني ايه، هي جمع شرابة خرج، هم دول تقدر عليهم شراريب خرج يعني، دول كلهم عبارة عن ايه، شراريب خرج، لا جمع شرابه خرج يعني. فهم دول ما بيعملوش اكتر من كده، هم دول محلل، يرفعوا ايديهم موافقين. ما هو قبل كده باعوا ترانو صنافير، فما تعولوش عليهم كتير يعني، ايه ما تعولوش على الاشكال بتاعت مجلس النواب دي كتير. فده منهج ابن السيسي بيعمله. طبعا انا مش هقول بقى، انا مش عايز اتهم الجماعه بتوع النواب والكلام دول، لان دول زي ما قلنا دول لا مؤاخذه خرقات خلقه مبلوله كده في نظام السيسي، ما لهمش اي 30 لازمه يعني، هم بس مجرد محلل، واخد بالك. فطبعا خلاص هم بالفعل وافقوا قانون السيسي، وده طبعا وقلنا بعد اجتماعه مع المنظمات اليهودية الامريكية في امريكا. وطبعا خلاص بقى يعني، مين اللي هيشتري انت دلوقتي؟ واحد هيشتري، مين اللي هيشتري معاه فلوس؟ الاماراتيين، اللي هم اصلا الواجهة بتاعت مين؟ بتاعت الاسرائيليين. بس الموضوع بسيط يعني. فانت هتيجي بالنوم وليلة يا معلم، قناة السويس بقى وسينا اللي راح بقى ضحايا ودماء سالت هناك عشان خاطر نسترد الارض دي بمنتهى السهولة كده يا معلم، هتلاقي اسرائيل واخدينها مش حق انتفاع، بيع وشراء، حق الله، ما خدوا ترانو صنافير كده برضو، مش بيع بقى وشراء، ده عادي كده محبة، واخد بالك. انما دي هتبقى بيع وشراء وبفلوسنا، واللي هيتكلم هنطر رقبته. قانون بقى، ما هو ده القانون. فده القانون اللي مجلس النواب اقره واتفقوا عليه، هو ده قانون لبيع قناة السويس باختصار شديد جدا. اتمنى تكون الفكرة وصلت، وبعد كده مش عايزين بس حد يطلع يقعد يجادل ونلاقي نفسنا بعد كام شهر ده فلان اشترى، وبعدين نيجي نطلع تاني نعمل فيديو نقول احنا مش قلنا لكم يا جماعة، لا احنا بنقول اهو يعني الموضوع مش محتاج كلام كتير بس، والناس تبدأ تفكر وتدور وتشوف ايه المغزى وايه المقصود اصلا من فكرة الصناديق الخاصة، ويشوف في كام صندوق خاص. وقلنا قبل كده ان الصناديق الخاصة ديت لا مؤاخذة مضاريب في قلب الميزانية، عارف المزراب اللي انت بتعمله في البلكونة عشان خاطر ينزل المية في المطر، هو ده الصندوق كده، بيبقى مزراب في قلب الميزانية بتاعت الدولة. طلع قال لك ايه؟ قال لك لا، بعدها على طول قال لك لا يا باشا، ده انتوا بتتكلموا غلط، ده العاصمة الإدارية دي مشروع خاص، ده المدينة الترفيهية اللي في العاصمة الإدارية ملهاش دعوة بميزانية الدولة، ودي كارثة تانية،
دي كارثه ثانيه. يعني انت عندك اصلا كده معنى كده ان في اقتصاد موازي بقى، في دنيا، في موازنه ثانيه يعني موازيه لموازنه البلد، بتروح فين وبتيجي منين ما حدش يعرف عنها حاجه. بس اتمنى تكون الرساله وصلت، وربنا ييسر بقى والناس تبدا تتحرك وتفهم وتعي وتستوعب وتعرف ايه اللي بيحصل فيها، وان تبدا تحس فعلا ان السيسي جاي عشان خاطر يدمر ويبيع مصر، وان السيسي فعلا مش مجرد شخص او مش مجرد واحد احنا بنتهمه بالباطل، هو خاين وعميل والعماله باينه. يا جماعه انتوا مستنيين ايه تاني؟ يعني مستنيين ما يبيع ايه تاني؟ قولوا يعني مستنيين امتى اما السيسي، ايه الحاجه اللي السيسي ممكن يبيعها تحس ان الراجل ده خاين او مش خايف على البلد او مش هيعمل لمصلحه البلد؟ بس يعني قولوا لنا، ممكن نخليه يعني ينجز فيها. اتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد بننزله. سلام.